السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحباء الطلبة في درس جديد من دروس مادة العلوم والحياة للصف التاسع. أنا معلمتكم نرمين إسماعيل من مدرسة ذكور كوبر الثانوية مديرية رام الله والبيرة. عزيزي الطالب، في الدرس السابق تعرفنا على تركيب الجهاز التنفسي ومفهوم التنفس الخارجي، واليوم سوف نتعرف على الحركات التنفسية وماذا يحدث فيها من خلال تكملة درسنا الجهاز التنفسي. يتوقع منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس أن تكون قادراً على بيان ما يحدث أثناء الشهيق والزفير، توضيح العوامل المؤثرة في تنظيم عملية التنفس، ذكر بعض الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي. ونبدأ أولاً بالحركات التنفسية، وهي الشهيق أي دخول الهواء إلى الرئتين، الزفير خروج الهواء من الرئتين. عزيزي الطالب، هل راقبت حركة صدرك بوضع يدك عليه أثناء قيامك بالشهيق والزفير؟ جرب ذلك الآن، ماذا لاحظت؟ إذن ماذا يحدث أثناء عملية الشهيق؟ تنقبض العضلات بين الضلوع القفص الصدري، مما يسبب ارتفاع الصدر إلى أعلى وباتجاه الخارج، وانقباض عضلة الحجاب الحاجز، فيزيد حجم التجويف الصدري. زيادة حجم التجويف الصدري يؤدي إلى انخفاض الضغط بداخله مقارنة بالخارج، فالعلاقة عكسية بين الضغط والحجم، فكلما زاد الحجم يقل الضغط. ويندفع الهواء من خارج الجسم باتجاه الرئتين بفعل فرق الضغط بين داخل الجسم وخارجه. عزيزي الطالب، ما يحدث أثناء عملية الزفير معاكس تماماً لما يحدث أثناء عملية الشهيق. والآن أطلب منك عزيزي الطالب أن توضح ما يحدث أثناء عملية الزفير برسم مخطط سهمي على دفترك. تنظيم عملية التنفس، ما العوامل المؤثرة في تنظيم عملية التنفس؟ تقوم العضلات التنفسية بالانقباض والانبساط بتأثير عاملين، هما العامل الكيميائي والعامل العصبي. العامل الكيميائي، كيف يعمل العامل الكيميائي على تنظيم عملية التنفس؟ ارتفاع تركيز الغاز ثاني أكسيد الكربون إلى حد معين في الدم يستثير مركز التنفس في الدماغ، فيرسل سيالات عصبية إلى عضلة الحجاب الحاجز والقفص الصدري، فتنقبض عضلة الحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع ويحدث الشهيق. العامل العصبي، كيف يعمل العامل العصبي على تنظيم عملية التنفس؟ عند امتلاء الرئتين بالهواء يسبب ضغط الهواء داخل الحويصلات الهوائية استثارة مستقبلات حسية معينة على جدران الحويصلات، تصدر هذه المستقبلات سيالات عصبية نحو مركز التنفس في الدماغ ليتوقف عن إرسال سيالاته العصبية إلى عضلات الحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع، فترتخي عضلة الحجاب الحاجز والعضلات بين الضلوع، ويهبط القفص الصدري إلى الأسفل وإلى الداخل، ويحدث الزفير وهو خروج الهواء إلى الخارج. عزيزي الطالب، يعتبر التدخين واستنشاق الهواء الملوث بفعل المصانع وعوادم السيارات من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. دعونا نتعرف إلى هذه الأمراض. بعض الأمراض التي قد تصيب الجهاز التنفسي: الرشح والإنفلونزا، التهاب القصبات الهوائية، السل، سرطان الرئة، وأخيراً مرض العصر COVID-19 أي كورونا. عزيزي الطالب، بالرجوع إلى شبكة الإنترنت أو أحد المراجع المتوفرة لديك، أطلب منك البحث في أحد أمراض الجهاز التنفسي بكتابة تقريراً موضحاً فيه أسباب الإصابة وأعراضه،
مدى انتشاره في فلسطين وطرق الوقاية منه. والآن أطلب منكم أعزائي الطلبة الإجابة عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، وضح ما يحدث أثناء عملية الشهيق. السؤال الثاني، بيّن تأثير العامل العصبي في تنظيم عملية التنفس. السؤال الثالث، علل. عند عملية الشهيق يتسع التجويف الصدري ويندفع الهواء لداخل الجسم. أحبائي الطلبة، بهذا نكون قد أنهينا درس الجهاز التنفسي، آملة أن تكونوا قد استفدتم منه جيداً. أراكم في دروس جديدة إن شاء الله، ودمتم بخير.